درنا دو تري بيل شوز هذه الاولى. وانا في يفو كون سوا يعني في عده محطات في عده سنوات يعني حققنا اشياء جميله جدا جميله جدا واشياء قويه جدا يعني طريق الحقوق. وكنت نذكر هالطريق راه طريق طويل بزاف قبل ما كنت جبت لك كنت نقرا واحد الكرونولوجيا على حقوق الانسان في المغرب وفيها مثلا انه في 1933 كانت الفرع في تطوان المرحومين سي داوود وسي عبد السلام بنونة داروا الفرع ديال الرابطه الاسبانيه لحقوق الانسان ومن بعد داروها لان ضربوا شويه مع السبليون ديال لا ليغ دي درو لا ليغ اسبانيا داروا ليغ ماروكان دي درو وهذه اليوم تنقلب على هذا التاريخ وتنحاول مع الاسف ما تتكلمش الاسبانيه وخصني نمشي للارشيف الاسباني وكذا وفي نفس السنه سي بنونة كذلك سي داوود سي طوال خلقوا اول مدرسه للنساء الفتيات وبغي نقول بهذا الشيء وهذا الشيء باش فرحان كذلك ان في القاعه كاين اكثر من نص يظهر لي من النساء والفتيات في هذه القاعه والشباب والشابات يعني كاين هذه العلاقه الحميميه جدا بين في التاريخ ديالنا بين المعركه من اجل المساواه والمعركه يعني المسار اللي عندي راه كويسين دونك ميرسي ا فو توس جي جوري بلان دانيكدوت ا راكونتي ولكن بغي واحد القضيه نقولها لان كانت مهمه يعني باسكو جو لا ريكونيسونس يعني هذه سياسه الاعتراف اللي تنشتغل عليها الان هي كذلك الاعتراف بالاخرين قبيله ربيعا نسات ما تقولش عودت على عده محطات في العمل المشترك لكن يمكن ما ذكرتش واحد المحطه ملي كنا في اللجنه الاستشاريه لكتابه الدستور كنا تنتلاقاو مع امينه وربيعه في الميجا مول يعني كنت انا في اللجنه ولكن مره تنتصداو الثلاثه باش نشوفوا كيفاش يعني كنت انا طلبت من ربيعه وامينه باش يعاونوني شويه كيفاش يعني بصراحة راه فكرة لا باريتي مناصفة سي دو دام ربيعة الناصري وأمينة المري دوك لا كاينة لا موجودة في الدستور المغربي لأن الأخوات والأخوة في اللجنة الاستشارية يعني خداو هذا المقترح ولكن راه أول مرة سمعته في ذاك القهوة في تحت في الميجا مول من عند ربيعة ومن عند أمينة ميرسي ربيعة ميرسي أمينة تبارك الله عليكم.